مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من كارج هلال. هذه البلاصة هذه مشاهدي الكرام اللي معروفة يعني بالحركة ديال البيع والشراء والتجارة الى اخره، فهذه نقدروا نقول عليها بانه هي يعني المركز ديال التجارة ديال كازا. هنا مثلا الناس اللي كيبغيو يشرو الحوايج، يعني المحلات اللي كيكونوا يعني في الاحياء في الشوارع الى اخره، فكاملين كيجيو كيتقداو هنا حتى الناس يعني كيجيو لهنايا باش انهم كيتقداو الى اخره. فكيف ما كتشوفوا صبيحه اليوم الخميس في مناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، كتشوفوا المحلات مازال الى حدود ساعه يعني سدين وحركه قليله جدا للمواطنين، مازال الاسر البيضاويه والمواطنين بشكل عام كيستمتعوا بهذه الاجواء الصباحيه مع وليداتهم ومع الاسر، يعني داخل يعني اجواء عائليه الاصدقاء احبابهم الى اخره. فانتم كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا يعني اجواء اللي هي خاصه واستثنائيه هنايا بكراج علال، يعني راه المحلات مازال سادين الى حدود الان ولا طيره يطير الى حدود ساعه. انتم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني المحلات مازال سادين، راه في الايام العاديه مشاهدينا الكرام غادي نلقاو يعني واحد الحركه اللي هي يعني كبيره جدا هنا في شوارع هنا بفات الشارع هذا هنايا، يعني كيكون صراحه عامر، يعني ما كتلقاش بلاصتك، كتبغي تبلاصي الطوموبيل ولا كتبغي غير دوز ولا سميتو الطوموبيل ديالك، يعني ما كتقدرش دوز تجليك، ما كتقدرش انك تحطها، لانه كما قلت لكم هذا يعني كيتعتبر المركز ديال مدينه الدار البيضاء و سميتو المحلات التجاريه صراحه كاملين سادين، يعني من راس حتى الراس ما كاين حتى شي محل تجاري واحد يعني اللي فاتح. فالبارح يعني كان واحد الاقبال كبير من طرف المواطنين على شراء الملابس ديال العيد والمستلزمات ديالكم، لكن في الصباح هذا فكنشوفوا انه الاجواء يعني استثنائيه صراحه، يعني ما كنشوفوش هذه الاجواء هذه الا في مناسبات ديال الاعياد الى اخره. فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام المحلات مازال سادين، حركة جد خفيفة وقليلة جدا في شوارع العاصمة الاقتصادية كازا في صبيحة اليوم الخميس تزامنا مع مناسبة عيد المولد النبوي، يعني مازال سادين صراحة. انتم شوفوا مريم كتقول هاد كازا الوحيدة اللي كتولي بحال مدينة الأشباح، ما كتحس فيها بحتى عيد. صراحة أختي مريم كتفاعل معك أختي مريم، صحيح سميتو في المناسبة ديال الأعياد صراحة كازا كتكون خاوية بزاف، يعني ما كتحسش بالأجواء ديال العيد إلا في بعض الأحياء الشعبية وفي بعض الأحياء اللي كتبقى فيها واحد شوية ديال الجو اللي كيكون استثنائي في العيد، فما تبقى يعني كتكون صراحة خاوية بزاف. حتى الناس اللي كيكونوا جولة يعني كيكونوا مشاو مع العائلات ديالهم، وحتى اللي كيكونوا يعني ساكنين هنايا كيبغيو انهم يخذيو الاجواء العيد مع وليداتهم مع عائلاتهم خارج كازا، كاين اللي كيفضل انه يخذي العيد خارج كازا على حسب الرغبه ديال المواطنين، بالتالي عليها يعني كنلقاو كازا يعني خاويه صراحه. مازال شويه دابا راه تقريبا 11 غدا ال 11 ان شاء الله عاد بدات شويه الحركه ديال الناس، يعني يلاه بداو شويه كيخرجوا، اما ملي غتفيق مع ديك 8 9 هكاك غتلقى الناس كاملين مازال داخل جروم مازال ناعسين مازال يعني سميتو. فهانتوما هذا كراج علال، يعني ما مستحيل انك تلقى شي محل تجاري فاتح في هاد اللحظات هادو، يعني كاملين يعني حلوا البارح لانه راه الليله ديال العيد دائما كتكون فيها واحد الضغط كبير، فبالتالي صافي كلشي كيبغي في صباح اليوم العيد انه كلشي يبقى مع العائلات ديالهم. فشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذه الاجواء الاستثنائيه اللي كنحاول نقربكم منها من داخل مدينه الدار البيضاء. سلام دوبوي لا فرانس. فهانتوما كيفما كتشوفوا مشاهدينا الكرام اجواء اللي هي خاصه حركه قليله من طرف الناس، التجاره او المحلات التجاريه يعني مغلوقه يعني مازال سادين. فهذا كراج علال المعروف يعني بالحركه ديالو،
اللي معروف بالحركه ديالو رخان. فمشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر.